السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا مهتم بتقنية البي ام، عايز أوسع في تعليمها بحيث ما تكونش معرفة سطحية، لأن حابب أشتغل في المجال دوت. يا ريت حضرتك تقول لي ريسورسز وريت العرب منه نتعلم منه. طيب أنا عن نفسي لما بحب أجي أتعلم حاجة بجي أسأل الناس إيه أفضل حاجة، وببدأ أتفرج على فيديو أو اتنين من على اليوتيوب. يعني مثلا عايز أتعلم بي ام، اكتب بي ام أريبي على اليوتيوب، هتجيلك فيديوهات كتيرة تبدأ تتفرج عليها، وبعد كده ببدأ أدخل في كتاب وحاجات زي كده على اساس الكتب بيبقى فيها تفصيل اكتر ومعلومات اكتر. تمام. وفي مثلا كتب زي طريق للبيم مثلا، في اكتر من كتاب تبع بيم اريبيا، في بالانجليزي الهاند بوك بتاع البيم، في بيم فور دامز، يعني في بعض الكتب كده اللي بتبقى سهلة الواحد يتعلم منها ويفهم منها الفكرة. المهم الواحد بعد ما يفهم الفكرة يبدأ يحاول يشوف برنامج أو اتنين من البيم ويعمل بيه مشاريع حقيقية، ده هيخليه يستوعب الكلام النظري اللي موجود.